السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى. مرحبا أبنائي وبناتي، الدرس الأول في الفصل الثالث مسائل كلامية على الضرب. بيقول لي ذهبت فرحة إلى المتجر لشراء مخبوزات لعشاء عائلي كبير، وفي المتجر اشترت 4 أكياس من المخبوزات، كل كيس يحتوي على 5 قطع من المخبوزات. ما عدد المخبوزات التي اشترتها فرحة؟ الحل أبنائي وبناتي نشوف، اشترت كم كيس؟ اشترت 4 أكياس. اشترت كم؟ 4 أكياس. كل كيس نعمله على هيئة دائرة، وكل دائرة نحط فيها 5 من المحتويات الموجودة بالمخبوزات. يبقى إذن الكيس الأول أو الدائرة الأولى وضعنا فيها 5، والدائرة الثانية 5، بحيث كلهم يبقوا متساويين مع بعض. لاحظوا أبنائي وبناتي في عملية الضرب بتكون متساوية بالتمام والكمال. طيب هنضرب كده يا ابنائي، 5 في 4 اللي هو 4 في 5، يكون الناتج عندي اللي هو تكرار 5 4 مرات، هنجمعها نلاقيها طبعا 20، 4 في 5 ب 20. اذا مساله الضرب يا ابنائي 4 في 5 ب 20 اللي هي 5 في 4 ب 20. بيقول لي بعد كده رقم 1 يا ابنائي، رأت سميرة 6 سيارات في طريق عودتها إلى المنزل. 6 سيارات، إذا كانت كل سيارة بها 4 عجلات، فما إجمالي عدد العجلات التي رأتها؟ يبقى إذا هنرسم يا أبنائي برضو إيه؟ 6 سيارات أو 6 دوائر أو 6 سيارات، ماشي نرسم 6 سيارات، وممكن عادي اللي عايز يرسم دايرة ويحط فيها السيارة يرسمها، بس أهم حاجة يعرف إن كل سيارة فيها 4 إطارات أو 4 عجلات. طبعا السيارة الأولى فيها 4، والثانية فيها 4، والثالثة فيها 4، يبقى إذا لما نيجي نعدهم لو العد اللي هو بالقفز 4 8 12، بعد ال 12 16، بعد ال 16 20، بعد كده 24، 24 عجلة أو إطار، أو إن إحنا نقول نعد بعملية الإيه؟ عملية إن إحنا نزود كل ما نروح 4، كل ما نروح بنزود 4، أو إن إحنا نقول 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 6 مرات، المجموع هيبقى في النهاية 24، 4 و20. إذن 4 زائد 4 زائد 4 يساوي 24، لما نيجي نضربها مسألة الضرب 4 في 6 أو 6 في 4 يساوي 24. هكذا يا أبنائي الأعزاء. رقم 2، اشترت منال 6 أكياس من البسكويت بتاخذها الى المدرسه، يحتوي كل كيس على 3 قطع من البسكويت، فما اجمالي عدد قطع البسكويت؟ هنعمل ابنائي وبناتي 6 دوائر، 6 دوائر، وكل دايره هنحط فيها كام؟ 3 قطع بسكويت. هي ابنائي كل دايره 3 قطع بسكويت، يبقى نقول 3 زائد 3 زائد 3 كام مره؟ 6 مرات. هنجمع 3 و3، او نقول 3 6 9 12 15 18، يبقى الاجمالي كام؟ 18 ابنائي وبناتي الاعزاء. بعد كده برضه هذا المثال، يجري مالك مسافه 3 كيلو متر كل يوم، فما عدد الكيلومترات التي يجريها في 7 ايام؟ هنضرب طبعا الثلاثه 7 مرات، او نجمع الثلاثه 7 مرات، او نضرب الثلاثه في 7 يكون الناتج 21. يوجد كيس به 4 برتقالات، فما عدد البرتقالات في 8 اكياس؟ وبنعمل دوائر، كل دايره فيها 4 ايه؟ يوجد كيس به 4 برتقالات. طيب كيس واحد فيه 4 برتقالات، هم يقول كم عدد البرتقال في 8 اكياس؟ نعمل 8 دوائر، وكل دايره نحط فيها 4، يبقى 4 في 8 ب 32، او نقول 4 زائد 4 8 مرات، هكذا نحط زائد جنب كل واحده، المجموع النهائي لو جمعناه هنلاقيه 4 في 8 ب 32، او 4 في 8 ب 32، او 8 في 4 ب 32، لان عمليه الضرب عمليه ابداليه، بيقول لي 5، يستغرق صاروخ 7 ثواني ليسافر مسافة كيلومتر واحد، فما عدد الثواني التي سيستغرقها الصاروخ للسفر مسافة 4 كيلو؟ هي اللي هنعمله أبنائي وبناتي، إن إحنا هنعمل الصاروخ وفي الواحد كيلو بس بيمشي 7 في 7 ثواني بيمشي 1 كيلو، فطبعا هو بيقول لي 4 في 4 كيلو. أو في السبع في الأربع كيلو، يعني الكيلو الأول 7 ثواني، والكيلو الثاني 7 ثواني، والكيلو الثالث 7 ثواني، والكيلو الرابع 7 ثواني. هنجمع طبعا 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7، الناتج هيكون كام؟ 4 في 7 ب 28، 4 في 7 بكام؟ ب 28. يوجد 8 أقلام رصاص بداخل كل علبة أقلام، فما عدد الأقلام رصاص الموجودة في 3 علب؟ هنعمل إيه؟
هنجيب 3 علب ونحط كل علبه فيها 8، يبقى 3 في 8 ب 24، او 8 زائد 8 زائد 8 يساوي 24، 3 في 8 بقى ايه؟ ب 24. رتب حاصل ضرب مسائل الضرب السابقه من 1 الى 6 بالترتيب من الاصغر الى الاكبر. هنبدا من الاصغر ابنائي، بنقول ايه؟ 24. طبعا هو اداني مثال 24 18 21 32 28 24. تعالوا ابنائي وبناتي نبدا ال 18 ونحط عليها خط الاول لانها اصغر حاجه، بعد كده ال 21 ال 21 نحط عليها خط مره واحده، 24 بعد كده، بعد كده طبعا مكرر مرتين نحط خطين عليه، بعد كده طبعا 28 ال 24 مكرره، بعد كده طبعا 28، بعد ال 28 32. واجهت ميسة صعوبة في حل مسألة الضرب 12 في 13، هل يمكنك أن توضح لها كيفية حل هذه المسألة وماذا سيكون حاصل الضرب؟ هنا يا ابنائي وبناتي 13 زائد 13 زائد 13 زائد 13 أربع مرات، ونحطها بين قوسين على أساس إيه؟ عملية تسهيل. يبقى كده خدنا من الإيه؟ من ال 12 أربعة، وهناخد أربعة تاني من ال 12، يبقى كده خدنا كام؟ 8، 13 زائد 13 زائد 13 زائد 13، يبقى كده خدنا كام ايه؟ 8 من ال 13. يبقى عندي 4 اخليهم برضو لوحدهم، 13 زائد 13 زائد 13 زائد 13، يبقى كده لما اجي اجمع دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم هتديني 13 زائد 13 زائد 13، 3 زائد 3 9 6، و6 زائد 6 12. نحط الاثنين ونطلع بالواحد ونحطه على الواحد، يبقى 2 3 4 5، يبقى اذا 52، والثانية هتبقى 52، والثالثة هتبقى 52، نجمع 52 زائد 52 زائد 52 ثلاث مرات، يبقى كده سهلنا المسألة وخليناها سهلة. 2 و2 و2 6، 6 و5 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 3 في 5 في 15، يبقى 156، يبقى كده حلينا المسألة بما ايه؟ بطريقة سهلة وشيقة. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله، وسيكون تبع الفصل الثالث الدرس الثاني تطبيقات حياتية على الضرب. سلام الله عليكم.